تكسير الروس بالنسبة لي شيء عادي. بينج بونج هذه الرياضة رياضة. في الطبخ انت ما راح تنساني حتى لو انت عندك 20 سنة خبرة. في ناس تعتقد انه الطبخ فقط خبرة ما يحتاج له دراسة. انا اقول الدراسة جزء مرة مهم، لازم انت تتحلى بالاساسيات اللي هي عند اي مهنة ثانية وتستخدمها في مجالك. انا شيف سعودي اتخرجت بمعدل جدا عالي امريكا، واخذت خبرتي الدراسية للسعودية. حاسس نفسي مؤهل ان اكون في توب شيف. توب شيف السنة هذه سعودي اكيد، خصوصا انه مو اي سعودي، سعودي راح يسيب بصمته في البرنامج.